وهقول حاجة تانية بقى عملناها عندنا على البيج، بوست نزلناه عندنا على البيج. البوست ده عايزة أقف عنده شويتين. هو كان مقصود البوست بيقول هتهدي الدنيا وتقولي عينه زيغة وبيبص، طنشي يا ستي هيبص ويرجع تاني، انتي نفسك لو شفتي حاجة حلوة هتبصي، ما تقفيش على الواحدة وتقلبي الدنيا نكد، خلي عندك ثقة في نفسك هيشوفك قمر. البوست ده أولا مش بدعة احنا ابتدعناها أو تأليفة جديدة من تأليفات الإرشاد للزوجة. البوست ده يعتبر من الموروثات اللي كانت بتتقال أيام أهالينا للست اللي كانت بتشتكي إن جوزها بيبص أو عينه زايغة أو عايزة تسيب تتطلق وتخرب البيت. كانت الأم أو الأب يرد على بنته يعقلها يقول لها المهم اللي بيرجع لك آخر اليوم وفتح بيته وشايف طلبات ولاده وهيلف ويرجع لك تاني. احنا اتربينا على كده. كل الستات اللي في ايامنا وقبل كده اتربوا على كده، دي مش بدعه. بسبب الجمله دي طلقات كتير اتأجلت زمان. بسبب الجمله دي ستات اتعلمت تستحمل وتغفر وتعدي، وهيجي وقت اللي الراجل ده يعقل او هيزهق او هيتكسف على دمه ومش هيعمل كده تاني ويشيلها لك. البوست ده احنا عملناه نصيحه للبنت والزوجه عشان بيتها يستمر، لان دي رساله البرنامج، بنحافظ على استقرار الاسره، احنا مش ضد طرف. اولا كانت ردود البنات اول حاجه ان هم ترجموا كلمه انت نفسك لو شفتي حاجه حلوه هتبصي عليها، ان احنا بنوجه الستات لا سمح الله تبص على رجاله تانيه. بأي منطق؟ يعني انت ازاي متخيله ان احنا ممكن نوجهك تبقى عينك زيغه كست لا سمح الله؟ ده برنامج محترم، ده مش حاجه على التيك توك مثلا زي ما انتوا اتعودتوا ان كل حاجه بتاخدوها من التيك توك. ده برنامج محترم واكيد ارشاداته محترمه. الحاجه الجميله اللي ممكن تبصي عليها اللي نقصدها لو شفتي بنت لابسه حلو انت هتبصي عليها. احنا واقعيين ومنطقيين ومش ماشيين بشعارات، احنا بنحاول نناقش المنطق اللي حاصل في المجتمع دلوقتي. شعارات قلناها كتير زمان وما كانش حد بيقتنع بيها، بيعتبرها كلام وبس. انت لو شفتي بنت جميلة هتبصي، هو لو لمح واحدة حلوة يا ستي ما يلمح، هو معنى انه لمح انه خان؟ ميزوا بين ان بنقول يبص يلمح وبين ان احنا بنقول له خون، مش هيحصل ده. هقول حاجة بقى للراجل بمناسبة البوست ده، ان انت لو راجل بتقدر تتحكم في عينيك وما تبصش، الف تحية ليك وشابو ليك وربنا يكملك بعقلك. والراجل اللي بيبص غصب عنه يا ريت تبطل، عشان انت شايف ان الستات ردود افعالها كانت عاملة ازاي. والراجل اللي بيبص ومراته بتحاول تيجي على اعصابها وتمسك نفسها، شيلها فوق راسك وحاول تبطل الطبع ده عشان خاطر الست دي، عشان احنا جالنا تعليقات من ستات كتير بتعمل كده فعلا عشان خاطر رجالتهم، واحنا فعلا بنقول لهم برافو عليكم. في المقابل بقى نزلنا بوست تاني بيقول ايه؟ مقابل البوست ده بيقول لو انت تاج راسها هي بالنسبة لك ايه؟ لو هي حطاك تاج لراسها هي بالنسبة لك ايه؟ كانت تعليقات الرجالة بصراحة مشرفة جدا. تعليقاتهم كانت حلوة لدرجة ان في ستات دخلت علقت قالت ايه الجمال اللي احنا شايفينه ده. اول ما الراجل بس عرف ان ست ممكن تحطه تاج على راسها. نشوف كده بعض التعليقات. كان في من دكتور محمود الليسي بيقول هي بالنسبة لي رداء بتغطي بيه مليان بالمودة والرحمة وسكن وأمان في رقبتي. كبيرة قوي كلمة أمانة في رقبتي. أستاذ خالد أبو سلطان قال هي بالنسبة لي سندي وظهري وحبيبتي وحبي القوي اللي بيكون معايا وقت ضعفي. حد بيقدر إن وقفة الست محسوبة. أستاذ خالد جمال قال هي بالنسبة لي الشمعة اللي نورت الضلمة اللي كنت عايش
فيها. أستاذ محمود سلامة قال: هي حياتي كلها هي نور عيني والله العظيم. على فكرة يعني أكيد إحنا مش هنقدر نقول كل الكومنتس اللي وصلت، هي أرقام كبيرة جدا، وإحنا اختصرنا كمان الكومنتات اللي وصلت عشان وقت البرنامج، وإحنا بنوري الستات إن في رجالة بتقدر وفي رجالة بتحط الستات فوق عيني فوق دماغها، وأكيد أنت نفسك إن أنت يتقال لك كده، وأكيد اللي اتقالها كده ما تقلهاش من فراغ، واختاري كويس عشان في يوم نلاقي معمول لك منشن في بوست زي ده وحطي الراجل تاج فوق راسك.